اللجنة الفنية لوضع الأسئلة ليش دائما توقع بهذه الأخطاء؟ هل الفكرة حتى تتيه الطالب؟ يعني هي متعمدة تربك الطالب؟ أنا أعتقد يعني ما أقدر أتحدث وأقول إنه القضية متعمدة في هذه القضية، لكن هذا خلل، والخلل يعني إذا ما تكرر يجب أن يكون هنالك تحقق وتحقيق من قبل الوزارة. لماذا خلل؟ لماذا الصمت؟ من المفترض أن يكون هنالك تحقيق من قبل أو إشارة أو أمر من قبل الوزير بالتحقيق بهذه القضية. لماذا يتم تكرار أو الوقوع بهذا الخطأ في كل سنة؟ أنا لا أريد أن أتهم أشخاص بعينهم في هذا الموضوع، لكن أقول لماذا يتم هذا التكرار في الوقوع بنفس الخطأ بوضع الأسئلة؟ يا أما يأتي سؤال خاطئ أو صياغة خاطئة أو من المواد المحذوفة، لماذا تتكرر الأخطاء؟